حبايب قلبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد بقراءة جديدة. الفيديو النهارده هيكون عن الكراش. هل بيبادلك نفس المشاعر؟ نوع المشاعر ده ايه؟ كمان عايزين نعرف خبايا شخصيته او الحاجات اللي انت مش عارفها في حياته الفترة الحالية او من اول ما شفته. كمان هنقول لك نصيحة ليك تتعامل معاه ازاي، او الشخص ده هل كويس ليك ولا لا. يعني الرسالة اللي هتطلع او النصيحة اللي هتطلع هتبقى موجهة ليك انت. طيب، القراءة دي هتبقى بمجموعتين، باختيار اول حرف من اسم الشخص او باختيار الاحجار. سوري، القراءة الاولى الحجر ده. القراءة الثانية الودع. لو انتم اول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. ولو حد عاوز قراءة مدفوعة يتواصل معايا على رقم الواتساب، هسيبهولكوا دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. طيب نبتدي باول قراءة ونشوف. القراءة اهي رقم واحد. طيب اول حاجة نشوفها، نشوف طاقته دلوقتي بيعمل ايه في حياته دلوقتي. ناخد كارت من كروت الطاقة. طيب دلوقتي الشخص ده انا شايفاه مهتم بشغله، بيشوف اعماله، او كان زمان هو ما بيهتمش بشغله قوي، او ما كانش بيشتغل بجد، او ما كانش الشغل نمبر وان في حياته. دلوقتي هو الشغل نمبر وان في حياته، بيبتدي انه يظبط امور شغله، يبتدي ان هو يطور من نفسه، يطور من مهاراته الخاصة بشغله. فدي طاقته دلوقتي في الفترة الحالية، طاقة الشخص اللي مهتم بشغله ومهتم بتكوين ثروة، تمام، او تكوين مستقبل كويس ليه. شايفاه في حالة سيطرة على نفسه وسيطرة على حد محيط بيه. معرفش مين الحد ده، ممكن يكون، طب استنى نشوف مين الحد ده. سيطر على مين؟ ده مش هو مسيطر على حد، لا، ده انت اللي مسيطر على تفكيره، تمام. يا هو مسيطر على نفسه وعلى مشاعره، يا انت اللي مسيطر على تفكيره قوي. لو انت حاسس ان الشخص ده مسيطر على نفسه في الفترة الحالية، اوكي. لو انت حاسس ان هو بيتعامل معاك كده بتباعد، او ان هو مش عاوزك معاه، او بيعاملك بمعاملة انت مش حاسس ان هو بيفكر فيك او ان انت معاه، تمام. يبقى انت اللي مسيطر على تفكيره. لما بتسيطر على تفكيره بيحاول ان هو يبعد عنك، بيحاول ان هو يتلاشاك او يتعامل معاك ويحس ان انت لا مش مسيطر على تفكيره، او يحسسك بكده. لكن لا، انت مسيطر على تفكيره، او هو مسيطر على شخصيته وعلى مشاعره في الفترة الحالية، او الاتنين. هو مسيطر على نفسه وانت مسيطر على تفكيره، بس هو في حالة سيطرة او في طاقة سيطرة في طاقته، تمام. شايفة في ناس كتير حواليه، شايفة في ناس كتير معجبين بيه، بيبصوا عليه، عاوزين يخش حياته في الفترة الحالية، لان هو محقق حاجة في حياته بالنسبة لدراسته، بالنسبة لعمله، بالنسبة لأي حاجة هو فيها، محقق نجاح. ممكن يكون ابتدى مشروع جديد، ممكن يكون هو انسان مشهور او ناس كتير تعرفه، بس في الفترة دي هو زي نجمه لامع شوية فالناس كتير حواليه. كمان هنا شايفاه عنده طاقة ثقة بالنفس وطاقة شجاعة
وطاقة إقدام على أمر ما هو عاوز يعمله. شايفاه كمان مهتم جدا انه يطور من نفسه، من مهاراته، من بيقرا كتب مثلا، بياخد كورسات، بيطور من نفسه دلوقتي في الفتره الحاليه. طيب ليه بيعمل كل ده؟ عشان يطلع من حاله القلق، من حاله التعب النفسي، من حاله الضياع اللي حاصله في دماغه. هو بص دماغه عامله ازاي وهو عامل ازاي، تعبان تعبان جدا. فابتدى ان هو يطور من نفسه، ويبتدي ان هو يشوف حياته ويشوف مستقبله عشان يحس بالفرحة بترجع تاني في حياته. يبقى اول كارت ده الشخص ده، لو انت اللي مسيطر على تفكيره فهتلاقيه اول ما يحس ان انت سيطرت يبتدي ان هو يبعد عنك ويتلاشاك عشان ما يحسش ان انت مسيطر على تفكيره. لو هو بيعمل كده يبقى انت فعلا مسيطر على تفكيره في الفترة الحالية. طيب عايزين نعرف هل الشخص ده بيبادلك نفس المشاعر؟ هل الشخص ده بيبادلك نفس المشاعر؟ بصوا لسه كنت اقول لكم الشخص ده ناضج شوية، يمكن مش متهور. واو واو يعني طيب الشخص ده يمكن ناضج شوية ومش متهور، ومش بيحب ان هو يرمي مشاعره او يعرف الشخص اللي قصاده ان هو فعلا حاسس بحب من ناحيته غير لما يتأكد 100% من احساس اللي قدامه ومن مشاعره فعلا. الشخص ده راسي، بيحسب كل خطوة هو ماشي فيها وهيعمل ايه بعد كده. فمشاعره حتى لما بيجي يحب بيحب بنضوج شوية وبتمعن وتفكير ووقت عبال ما ياخد قراره فعلا ويقرر انه يصارح اللي قصاده. فعشان ده كراش، فانا بقول لك الشخص ده هو بياخد وقته لحد ما يتأكد من مشاعره ومن مشاعر اللي قصاده عشان يتكلم بصراحة ويتكلم على كل اللي جواه. طيب بالنسبة هل الشخص ده بيبادلك نفس المشاعر؟ اوريدي الشخص ده بيبادلك نفس المشاعر، والشخص ده رومانسي جدا جدا جدا، بس مش بيبان عليه او مش بيبين اللحظة الرومانسية دي غير خلاص للشخص اللي هو فعلا حاسس انه بيحبه فعلا ومتأكد من مكانته في قلب اللي قدامه. تمام الشخص ده بيبادلك نفس المشاعر، وانتوا كمان مش حكاية تبادل مشاعر، انتوا كمان يمكن تكونوا علاقات سابقة من زمن سابق، مثلا سول ميت، توين فليم، حاجات زي كده. حاسس ان انت تعرفه، يعني في تعارف، وحاسس ان روحك وروحه قريبين لبعض، وفي تآلف وفي حب ما بينكم انتوا الاتنين من عند ربنا. ده يا جماعة او العلاقات دي بتبقى حب من عند ربنا، حب إلهي. أيوة بيبقى حب إلهي، ربنا هو اللي بيجمع الشخصين ببعض، وهو اللي بيعرفهم على بعض، وهو اللي بيبتدي يوفق الظروف والمكان عشان يتقابلوا. طبعا ربنا بيوفق لكل حد نصيبه ونصه التاني، بس انا اقصد ان العلاقتين دول بيبقى في ما بينهم تواصل روحي، بيبقى ده الشخص ده حاسس بده والشخص ده حاسس بده من قبل ما يعرفه. فلما بيعرفه بيحس كده احساس غريب ناحية الشخص ده، وغير مثلا الاحاسيس او اي حاجة فاتت قبل كده في حياته او مع اشخاص تانية. بيحس ان هو بيعيش حياة نفس الشخص، يعني ده طبعا السول ميت، بيحس ان هو عايش حياة نفس الشخص او هو انتوا الاتنين واحد. فاذا كان بيبادلك نفس المشاعر فاوريدي بيبادلك نفس المشاعر. يا سلام لو انت حاسس ان الشخص ده فعلا سول ميت، ففعلا هو كمان حاسس ان انت سول ميت. ممكن يكون معرفش يعني ايه سول ميت، لكن حاسس ان انت قريب منه وان روحك قريبة من روحه وفكركم قريب من بعض. فبالنسبة للشخص ده بيبادلك نفس المشاعر، بيبادلك نفس المشاعر. تمام طيب شوف اكتر في انجذاب جسدي من الشخص ده عليك، معجب بيك جسديا، حاسس ان انت شخص قوي زيه، هو قوي وحاسس ان انت شخص قوي. على فكرة لو انت بتراقبه فهو عارف ان انت بتراقبه وعارف ان انت معجب بيه الشخص ده، وهو كمان بيحبك. لا وهو كمان معجب بيك، بيحبك، بيحبك، لكن
لسه مش متأكد او لسه ما خدش القرار الاكيد اني فعلا انت الشخص اللي بيحبه، او لسه مش عارف يترجم مشاعره فعلا ان ده حب، ده مش اعجاب فقط، لان طبعا the lovers يعني حب، حب ده عشق كمان مش حب بس، ولكن يمكن لسه مش عارف يترجم مشاعره ومش اتأكد من حبه ليك، عشان كده لسه ما اتكلمش معاك ولسه ما بدأش بالاعتراف وانه يقولك، لاني قلت لك الشخص تناضج ما بيتكلمش مع حد او مش بيعترف لحد بحبه غير لما يتأكد من الشخص اللي قصاده ويتأكد من نفسه كويس جدا. ممكن يكون انتوا الشخص اللي انتوا داخلين تشوفوا عليه ده لسه عارفينه من قريب، ما فيش وقت كبير ما بينكم، لاني انا طالع لي هنا بدايات، ممكن يكون الشخص ده لطاقة منكم انتوا لسه متعرفين عليه قريب، فالشخص ده هياخد وقته شوية لحد ما يتأكد ان هو فعلا حاسس بحب من ناحيتك. في طاقات تانية انت الشخص ده بقالك معاه فترة، والفترة دي ساعتها انت بتقرب منه شوية، هو بيقرب منك شوية، بتبعدوا عن بعض، هو مثلا بيقرب وبيبعد، انت بتقرب وبتبعد، مفيش استقرار في علاقتك بيه، مفيش اعتراف منه، مفيش اي حاجة باينة منه. الشخص ده لو انت بقالك معاه فترة هو فعلا في حالة التردد من ناحيتك، فهو قريب جدا بإذن الله هيبتدي انه يترجم مشاعره ويحس فعلا بحب من ناحيتك ويتطور علاقتك بيه. كمان طلع لي ذا تو اوف كابس، تو اوف كابس يعني التوافق، انتوا الاثنين في بينكم توافق، في بينكم تناغم، في بينكم حب مشترك او حب متبادل، انتوا الاثنين بتحبوا بعض بنفس الكمية بنفس القدر، انتوا الاثنين حاسين ببعض، ولكن هو مش بيقدر يترجم مشاعره، وممكن تكون انت برضو بتقول لنفسك هل انا فعلا بحب الشخص ده ولا لأ، ولا ايه احساس الغريب اللي حاسه من ناحية الشخص ده، ممكن تكون انت كمان لسه مش عارف تترجم مشاعرك. بس بالنسبة لسؤالنا هنا، هل بيبادلك نفس المشاعر؟ فبالتأكيد جدا جدا الشخص ده بيبادلك نفس المشاعر بس مش قادر يترجم مشاعره. ممكن تكونوا كمان توأم شعلة، بيجي يكلمك يفتح معاك كلام وتحس ان هو خلاص هيتكلم وانت هتتكلم وهتبتدوا علاقة مع بعض، ولكن بتلاقيه بعد مرة واحدة وتبقى حاسس ان انت عاوز انت اللي تروح تكلمه وتبتدي معاه كلام وتسأله انت بتبعد ليه او حاجة زي كده يعني. فلو انتم كده فعلا يبقى انتم توأم شعلة، لاني انا طالع لي الاتنين توأم روح وتوأم شعلة. طيب الشخص ده قريب من ربنا، هو بيركز جدا جدا على الحاجة اللي عاوزها والحاجة اللي بتثير فضوله، يعني لو انت سرت فضوله الشخص ده هيفضل مركز معاك وانت مسيطر عليه، لو خليته يسأل نفسه هو بيعمل معايا كده ليه، هتفضل مسيطر على دماغه وتفكيره وروحه وكل حاجة جواه. انت لو ابتديت ان انت تثير فضوله هتركز، هتخليه يركز على كل حاجة من ناحيتك، انت هتبقى مسيطر على كل حاجة. كمان انا شايفة ان الشخص ده صاحب حاجات حصلت في حياته خلته يبقى صاحب حكمة، صاحب رأي، يعني الشخص ده مر عليه حاجات مش قليلة خالص، خليته صاحب حكمة، صاحب رأي، صاحب قرار، خليته ناضج ناضج ناضج، حتى لو شخصيته مش كده في حاجات مرت عليه في حياته خليته شخص ناضج عن الاول عن زمان. زي ما قلت لك هو بيبتدي ان هو يسيطر على نفسه، بيبتدي ان هو يشوف مستقبله ويبان ان شخصيته قوية، شخصيته واثقة من نفسها، لان هو مر عليه حاجات كتير في حياته بيهرب من تفكير دماغه الدائم. الشخص ده بيعمل كده عشان يهرب من التفكير الدائم في اللي ماضى في حياته وفي اللي جاي وفي المشاكل وفي اللي حصل في حياته عامة. طيب تعالوا نشوف خفايا الشخص ده. ايه الحاجة الخفية اللي في شخصيته؟
بيحسوا الحاجة الخفية في شخصيته، ان الشخص ده شايفك وحطك في حتة معينة، حطك في حتة مش حاطط حد فيها، بس انت متعرفش الكلام ده، هو مش قايل لك الكلام ده، دي حاجة هو مخبيها عندك، ان هو شايفك حد مختلف، حد بعيد وحد جميل وكان بيتمناه، مش قايل لك الكلام ده. كمان من خفايا شخصيته بالنسبة لك انت، او الحتة الخاصة بيك انت، يمكن الشخص ده بيحب يتكلم معاك جدا جدا، بيحب الحديث معاك، بيحب لو في ان انتوا بتشوفوا بعض بيحب يشوفك وجها لوجه، ولكن برضو مش بيبين لك، وممكن يتعمد انه يتقل في حكاية الكلام معاك، او لو انت كلمته يتقل او يعمل الحركات اللي انتوا عارفينها دي، بسبب انه ما يبانش او ما يتفضحش امره. بس الشخص ده بيحب الكلام الكتير معاك، بيحب يتكلم كتير قوي معاك، وبيحب كلامك، وبيحب يشوفك، شايفك حاجة عالية، شايفك حاجة لفوق، شايفك حاجة بيتمناها، وبرضه دي خفيها عنك. يعني انا بسأل عن خفية شخصيته كعامة، طلع له كروت ليك انت. انت بالنسبة لك الشخص ده صديق معاك في صداقة، عمل يعني في زمايل في عمل، في بينكم صداقة، في بينكم أصدقاء مشتركة، المهم إن في بينكم علاقة صداقة، علاقة زمالة، حاجة زي كده يعني، تمام. فأنا بسأل على خفايا شخصيته، طلع خفايا ليك أنت، حاجات مخبيها عليك أنت، إنه شايفك حاجة مختلفة، وإنه بيحب الكلام الكتير معاك قوي. عايزه اخد لكم نصيحه، في تعود في العلاقه دي، في تعود، انت متعود عليه وهو متعود عليك، انت متعلق فيه وهو متعلق فيك، في تعود وفي حاجه غريبه، يعني مش علاقه عاديه كده وخلاص، لا، انتوا في سولميت، في توين فليم، في حاجه ما بينكم انتوا الاثنين ربطاكم ببعض، وفي تعود انتوا الاثنين على بعض. طيب يقول لك let your friends help you، الرسالة دي يعني اسمح النصايح واعمل بالنصايح الناس اللي حواليك، عشان انت ما بتاخدش بنصيحة حد وبتمشي بدماغك، يعني خد رأي الناس اللي حواليك، شوف النصايح اللي بتطلع لك هنا في الطارو، امشي بيها شوية، ما تمشيش بدماغك، عشان انت عنيدي، ورقم واحد انتوا عناديين. طيب هقول لكم الأبراج، برج الجوزاء، برج الثور، برج الأسد، برج الجدي، في انجذاب جسدي عليك في المجموعة رقم واحد زي ما قلت لكم، أفكركم تاني، برج الأسد، برج العقرب، برج الجوزاء تاني، برج الدلو، برج السرطان، بس كده. طيب انا كده خلصت قراءة رقم واحد، يا رب تكون عجبتكم وانطبقت عليكم، السوشيال لايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله وبنزله، لو حد عايز قراءة مدفوعة يتواصل معايا على رقمي، رقم الواتساب بس بصوا دايما تحت ديسكريبشن بوكس. طيب خش في مجموعة رقم اتنين، دي اول حرف من اسم الشخص اللي هتحطه في بالك، او باختيار القوقعة او الودعة، مش عارفة اسمها ايه عندكم. طيب اول حاجة ناخد طاقته ايه، ده حبيبه اهو من قبل ما نشوف، بتحبه او بتكرشه على واحد حبيب، معجبين بشخص حبيب جدا، يعني رومانسي، بيدور على الحب، هو في طاقة انه بيدور على حب، نفسه ينفرك وقلبه يطلع من الحبسة اللي فيها، بصوا قلبه يطلع من الحبسة اللي فيها ويحب بجد ويلاقي اللي يحبه بجد. طيب نشوف طاقة بقى تنفاره، هو في طاقة تردد وحيرة في الفترة الحالية، في بص لسه تردد وحيرة، في حواليه ناس كتير، في حواليه معجبين كتير، هو في تردد وحيرة، حاسس نفسه ان هو ستار، ان هو حاجة كبيرة، حاجة حلوة، عنده شوية غرور، الكراش بتاعك مجموعة رقم اتنين، مغرور شوية بنفسه، في ناس كتير حواليه، ويمكن دي حاجة مخلياه مغرور اكتر،
بيدور على الحب وبيدور على الاستقرار وان حياته تبقى افضل، ويطلع من حالة انه قلبه محبوس لان قلبه يبقى في حالة من السعادة. في عنده تردد وحيرة في الطاقة الحالية. طيب نفسه انه يروح بسرعة على شيء او على امر، بس بيبين لنفسه او بيبين للناس انه شخص مسيطر على نفسه وانه شخص غامض، لكن من جواه بينه وبين نفسه نفسه يروح جدا بسرعة على شخص او على شيء. طيب في حتة صغيرة كده لطاقة منكم ممكن تكون بتتفرج عليها في الفترة الحالية اللي احنا فيها، انتم معجبين بحد او لسه بتبصوا على حد. الشخص ده كان في حياتكم سابقا، ممكن يكون كان في حياتكم كصديق، وممكن يكون كان في حياتكم كان في بينكم علاقة. تمام، في طاقة صغيرة ممكن تبقى موجودة، الشخص ده بيفكر فيك. لو انت معجب بحد كان في حياتك كصديق وخلاص ما بقاش موجود، او ما بقتوش تتكلموا، او ما بقاش في حياتك دلوقتي، او كنت في علاقة مع حد وانفصلته وانت لسه معجب بيه ولسه عاوزه ولسه بتفكر فيه، فالشخص ده بيفكر فيك. دي طاقة كده صغيرة منكم كنت عايزة افهمه من الحتة دي، مش كلكم. تمام، طيب ايه تاني؟ الشخص ده في طاقة ايه؟ بصوا يا جماعة، الشخص ده خايف من الحب، نفسه جدا 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 يحب، نفسه يخش علاقة، نفسه ربنا يفرجها عليه ويبقى في علاقة مستقرة، فيبقى في استقرار في حياته، يبقى في حد في حياته يحس معاه بالأمان. ولكن الشخص ده خواف جدا 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 من ناحية الحب، بيخاف قلبه يتجرح، بيخاف اللي قدامه ما يقدروش، بيخاف من حاجات كتير ممكن يكون مر عليه قبل كده، علاقات زمان تعبته واستنزفت كل حاجة جواه، وهو مش مستعد ان هو يخسر حاجة تاني في حياته. فهو في طاقة الاحتياج الشديد للحب، ولكن برضو في حاجة بتشده بتقوله ارجع لورا، احتفظ بمشاعرك، ممكن تتخزل، ممكن تتوجع، ارجع. عشان كده هو في طاقة تردد، عاوز يقدم على انه يبقى في علاقة استقرار وحب، في نفس الوقت في حاجة من وراه، في حاجة تانية في حياته بترجعه وتشده، يعني حاجة بتشده من قدام وحاجة بتشده من ورا، وهو يعني في النص تايه. طيب عايزين نعرف الشخص ده هل فعلا بيبتلك نفس المشاعر اللي انت حاسسها ليه ولا لأ؟ في تبادل المشاعر ما بينك وما بينه، في تبادل المشاعر ما بينك وما بينه. يمكن الشخص ده بيتعامل معاك بعدم اهتمام، او بتحس منه ساعات بعدم الاهتمام، او انت بتتعامل معاه بعدم اهتمام، لان القراءة العاطفية زي ما اتفقنا ممكن تكون بتمشي على كده وكده، يعني ممكن تمشي بالعكس، يا انت يا هو. تمام، ففي حد منكم بيتعامل بعدم اهتمام مع الشخص الاخر، يا انت يا هو، او انتوا الاتنين بتتعاملوا بعدم اهتمام. بس بالنسبة لتبادل المشاعر، الشخص ده بيتبادل معاك هذه المشاعر. ممكن يكون الشخص ده انت لسه متعرف عليه مش بقالك كتير، يعني ممكن يبقى 6 شهور مثلا، 5 شهور، يعني وقت مش كبير يعني من السنين. بيبادلك نفس المشاعر وحاسس ان انت بداية كويسة جدا بالحب، او زي حاجة او ايد اتمدت له من عند ربنا انه يكون في علاقة مستقرة ويكون في حب، ولكن بيتعامل معاك بغموض، بيتعامل معاك بالعكس على طول، يعني مش بيتعامل معاك باللي هو حاسه. ليه؟ بسبب الحاجة اللي بتشده من ورا، بتقول له لا ارجع، مشاعرك ممكن ان هي تستنزف، مشاعرك ممكن ما تلاقيش اللي انت مستنيه، كل ده ممكن قلبك يوجعك، ممكن تتظلم، ارجع. كل ما يجي يبتدي انه يمشي حاجة بترجعه، انه يمشي يعني يجري ويقول لك ويبقى معاك،
حاجة بترجعه، بس بالنسبة هو بيبادلك نفس المشاعر، بيبادلك نفس المشاعر. ولكن في حد منكم في عدم اهتمام، يا منك يا منه. كمان انت يمكن بتحس ان الشخص ده عصبي، او يمكن بتحس ان هو بيقول حاجات تعصبك، يعني هو بيقول لك حاجات تعصبك او بيعمل حاجات بتعصبك، افعال. ممكن يكون عدم اهتمامه ده بيعصبك، يا اما هو شخص عصبي وانت شايف كده عنه وشايف كده فيه. بس على فكرة الشخص ده طيب جدا جدا، وقلبه قلب طفل، ويمكن كمان ملامحه فيها طفولة. طيب عايزين نعرف نوع العلاقة او نوع المشاعر اللي هو بيكن ليك ده ايه، نوع مشاعر هذا الشخص ليك. نوع مشاعره ليك، بصوا انا شايفة هنا مشاعر اعجاب، مشاعر تبادل اعجاب. في حب، بس يمكن حب في اوله، مش لسه، مش قصدي مش وصل لخلاص درجة الكمال او وصل للتين، لا يعني هو تو اوف كابس لسه في الاول. بس شايفة اعجاب واضح جدا. يبقى نوع مشاعره ليك الشخص ده نوع اعجاب، مشاعر اعجاب واضحة، وبداية حب. يبقى نوع مشاعره مشاعر اعجاب واضحة. طيب عايزين نعرف بقى خفايا هذا الشخص، خفايا شخصيته ايه، او ايه مخبي عليك، ايه او ايه اللي انت متعرفوش عنه. خفايا شخصيته انه شخص متردد، يمكن دي حاجة انت متعرفهاش عنه، ومتردد بدرجة كبيرة. ممكن يكون برج الميزان او الجوزاء على فكرة، بيتردد بدرجة كبيرة جدا. ليه؟ لانه عاوز يعمل الصح، هو مش بيتردد كده من فراغ، هو عاوز يعمل الصح وعايز يمشي في الطريق الصح، فبيبقى متردد لفترة كبيرة. ممكن تكون انت بقالك معايا مثلا شهور، بقالك معايا سنة او اكتر، وحاسس ان هو شوية يبقى معاك كويس وشوية يبعد، شوية يبقى معاك كويس وشوية يبعد. ده جاي من تردده وجاي من حيرته اللي على طول شغالة، على طول مشغل دماغه، على طول بيفكر وعلى طول متردد. الشخص ده يمكن الحاجة اللي انت متعرفهاش عنه انه بيبقى متردد في اتخاذ اي امر هو داخل فيه. كمان يمكن ما تعرفش عنه، او حاجة مخبيها، انه شخص ملول، شخص ملول جدا. شوف ايه تاني في هذا الشخص مخبيه عنك، او انت ما تعرفوش عنه، او في خبايا في شخصيته. بص الشخص ده اتعرض لانهيار في حياته، مثلا ممكن يبقى كان في علاقة وسابها، او ممكن يكون كان مامته وباباه حبيب يحصل فيه معاهم مشاكل من هو صغير، وحصل طلاق، حصل انفصال، في حد مات في عيلته قريب ليه سبب له أزمة كبيرة. حاجة دي يمكن هو مخبيها وانت ما تعرفهاش، او دي خفايا هو مش بيقول لحد عنها، وممكن تكون أثرت عليه بحاجة نفسية. الدمار اللي حصل في حياته ده ممكن يكون أثر عليه نفسيا، وانت مش عارف ان هو مأثر عليه نفسيا، عمل له حاجة نفسية في شخصيته، والحاجة دي هو مخبيها في جوه شخصيته محدش يعرفها. ممكن يكون اتأثر نفسيا، ممكن لو انت عارف من بره ان حصل له أزمة في حياته لفترة، فالأزمة دي ما عدتش بسلام، لا سببت له أثر في نفسيته، تعبته لفترة، خليته تعبان، وممكن يكون بتجيله من فترة للتانية، ويمكن هي دي اللي مخلياه مش قادر يخش في علاقة، مش قادر يروح ويستقر. زي ما قلت لك هو رومانسي جدا، ونفسه في الحب، ونفسه يفتح بابه ويفتح قلبه ويفتح حياته للحب، بس للأسف الحاجة دي مأثرة فيه جدا. طيب ايه كمان في خفايا شخصيته؟ يعني بصراحة يا جماعة والله الشخص ده صعب عليا.
صعب عليا جدا والله. يعني خبايا شخصيته، بص، هو كل الألم اللي عايش فيه في حياته في لنفسه، ما بيقولش لحد، ما بيعبرش عن ألمه في أي حاجة، وهو على طول تعبان، على طول عنده اكتئاب. يعني في حاجات كتير في حياته هو مخبيها، وبيظهر للناس عكس كده تماما. فكان بيظهر حاجة صغيرة من الاكتئاب، فهو عنده عشرات المرات جواه. تعبان جدا جدا، يعني أول مرة أشوف من خبايا شخصية حد إنه يبقى تعبان ومش بيبين، متألم ومش بيبين، ده نايم صاحي قاعد بيشتغل بيفكر بيتكلم بيعمل أي حاجة تعبان. ببص أشوف قد إيه فيه تعبان جدا. كمان ما بيعرفش ينام، بيجيله كوابيس، بيجيله أحلام. الشخص ده حصلت حاجة في شخصيته، حصلت حاجة في حياته دمرته في فترة ما، يعني في حاجة صعبة حصلت له، استحالة يكون كل ده كده فيه لوحده، يعني أكيد في حاجة. يبقى اللي بيخبيه عنك الشخص ده، أو حاجة في خبايا شخصيته أو جواه، إنه تعبان ومش قادر يواجه الحياة، مش قادر إنه يفتح قلبه أو يحب. الشخص ده محتاج مساعدة، حرام. خد لك نصيحة، أنا بقول الشخص ده ممكن يكون في حاجة في أسرته، ممكن تبقى أسرته كل واحد فيهم في حتة، هو ما عادش استقرار في حياته، ما عادش حياة كويسة. ممكن يكون مثلا والده توفى، مامته توفت وهو صغير، في عدم استقرار ممكن يكون حصل في أسرته مسبب له أزمة من هو صغير. طيب لو انتوا مش بتتكلموا في الفترة الحالية، هترجعوا تتكلموا تاني. طيب بيقولك هنا الكارت ده، ثواني بس كده هعمل لكم عليه توضيح عشان اشوف ده ايه. Must life relationship. انتوا تعرفوا بعض من زمن سابق، في بينكم معرفة قبل كده، حاسس بيه، او يمكن انت بتحس ان الشخص ده تعبان بس انت مش قادر تساعده ومش عارف تساعده ازاي. انت بتحس بيه وهو بيحس بيك. انا شايفة ان في بداية حب واعجاب، اعجاب وبداية حب، بس الشخص ده يعني علاقتكم هتتطور اكتر من كده، مادام انتوا الاتنين باست لايف ريليشن شيب، انتوا حب من زمن سابق. طيب اشوف لك بقى الكارت بتاع love yourself first، حب نفسك. ممكن تكون انت مش مهتم بنفسك، يمكن ممكن تكون انت في طاقة زعل، في طاقة حيرة، في طاقة تعب الفترة دي، ومش مهتم بنفسك. انت في طاقة تفكير ومسكون، انت مش عارف تطلع من العلاقة دي، مش عارف تبطل تفكير فيه ومش عارف تسيبه. انت مسجون، اهتم بنفسك، بص لنفسك شوية، عشان انت لما تهتم بنفسك وتحب نفسك من جواك هتقدر تساعد الشخص ده انه يطلع من المحنة اللي هو فيها، وتقدر ان انت تلاقي حل معاه. لكن طول ما انت ساجن نفسك كده وهو تعبان كده، مش هتلاقوا حل يا جماعة، يعني اكيد مفيش حل طول ما انت كده وهو كده. حب نفسك، اهتم بنفسك، طلع نفسك من الطاقة اللي انت فيها. حاول تلاقي حل ان انت تساعد الشخص ده. لو انت فعلا عارف ان الشخص ده محتاج مساعدتك او مساعدة حد، حاول ان انت تخليه احسن وافضل، بس لازم تهتم بنفسك انت الاول، لان انت عمرك ما هتدي وانت محتاج. تمام. ولو الشخص ده انت عارف فعلا ان هو مر بأزمة، ممكن تعرض عليه انه يروح لدكتور نفسي، ما فيهاش اي مشكلة، عادي جدا. أخصائي نفسي، دكتور نفسي، يقف جنبه يسمعه ويشوفه ويحلله مشكلته، لأن أنا حاسة إن هو مر عليه حاجة فعلا في حياته وخليته في الحالة دي. الشخص ده فعلا نفسه في الحب وعاوز اللي يمدله إيده بالخير. طيب عندي هنا أبراج إيه؟ عندي برج الثور، برج العقرب، ممكن يبقى برجك أو برجه، برج الجوزاء، برج العقرب تاني، برج العقرب الثالث، شكله برج العقرب، برج العقرب رابع، يا انت هو عقرب والذئب والحوت. تمام كده. طيب انا كده خلصت قراءات النهارده، يا رب تكون القراءات عجبتكم وانطبقت عليكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. ولو حد عاوز قراءه مدفوعه يتواصل معايا على رقمي، رقم الواتساب بسيبه لكم دايما تحت في الديسكريبشن بوكس. شكرا ليكم، باي باي.